السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للإخوان والأخوات والمشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في جديد. نتمنى الإعجاب ديالكم وتحت طلب ديال المتتبعين. المهم كما كتشوفوا معنا هنا عندنا العمارة 19، الشقة رقم 9 كما كتشوفوا هنا. الصالة هنا عندنا الصالة كبيرة تبارك الله، الدخلة ديال الشقة والدخلة ديال الصالة. الناس اللي مستفدين هنا وباغين يعرفوا كيفاش دايرة الصالة ديال الشقة ديالهم. المهم هنا عندنا الصالة، وهنا عندنا الباب ديال الصالة، وعندنا هنا الكوزينة كما كتشوفوا. هنا عندنا كوزينة مريحة وكبيرة تبارك الله كما كتشوفوا معنا أعزائي المشاهدين. هنا عندنا الشرجم ديال الكوزينة. غنخرجو من الكوزينة غنمشيو معكم الدوش والطواليط. هنا عندنا الدوش والطواليط، انا مازال ما فينيسيو ما كاملش، مازال ان شاء الله غيتم الفينيسيو كما كتشوفوا معنا. هنا اخواني اخواتي غنخرجوا هنا من الدوش وغنمشيو معكم البيت. هنا عندنا بيت، عندنا هنا بيت، بيت ديال الدراري كما كتشوفوا. عندنا مازال الاصلاحات جاريه ان شاء الله، مازال هنا ما ركبوش البيبان. باش نذكركم العماره 19 الشقه 9. نخرجوا من هذا البيت ونمشيو معكم البيت اخر، نمشيو معكم البيت اخر، بيت نعاس. هذا كيتسمى بيت نعاس اللي فيه الباطل. الناس اللي كيسولونا بزاف وباغيني يعرفوا اين هو بيت الناس، بيت الناس هو اللي كيكون فيه الباركو. كما كتشوفوا كما قلت لكم راه مازال الفينيسيو ما جاري ان شاء الله. هنايا الباركون كيطل على الشارع، كيطل على الحي من داخل. كما كتشوفوا هنا بيت النعاس. هنا واحد الملاحظة بغيت نقولها لكم، بزاف ديال الناس كيديروا واحد الأخطاء بالنسبة لهذا الباركو. هذا الناس كتشد الباركو كتضرب ليه الكرياج من الراس حتى الراس، كتضربو من الفوق حتى لتحت، من هنا حتى لتحت. هنا كيدير واحد الخطأ كبير. هذا الخطأ هو إلا قدر الله، نتمنى الله السلامة، إلا قدر الله وقع شي حريق ولا شي حاجة، وجات البومبية ولا عملية الإنقاذ، بغا يديرو سلوم ولا شي حاجة، كيفاش غادي يديرو؟ كيفاش غادي ينقذو الناس؟ كيفاش غادي ينقذو الناس ومول الدار أو مول هاد الشقة هادي دايرها الكرياج؟ ما عندهمش منين ينقذوا الناس. هذه هي الملاحظه اللي بغيت يعرفوها الناس. المهم نتمنى تكون الرساله وصلت للمجموعه من الناس. المهم كما كتشوفوا معنا هنايا الناس اللي طلبونا باش نصوروا لهم هذه الشقه هذه بالضبط. كما كتشوفوا هذه الشقه 9 العماره 19. كما كتشوفوا اخواني اخواتي هذه الصاله كما كتشوفوا. المهم تحياتي لكم، هذا كل ما يتعلق بهذا الفيديو، نتمنى الاعجاب ديالكم ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.